لما كانت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأم دائرة وادرهيو في عمليتين منفصلتين من توقيف 5 أشخاص وحجز كمية معتبرة من المخدرات والمؤثرات العقلية. القضية الأولى جاءت بعد معلومات وردت إلى المصلحة مفادها قيام 3 أشخاص مشتبه فيهم بترويج المؤثرات العقلية في أوساط الشباب. عليه تم إعداد خطة ميدانية محكمة مكنت من توقيفهم والعثور بحوزتهم على 765 قرص مهلوس. القضية الثانية جاءت على إثر الاستغلال الجيد للمعلومات الواردة إلى الفرقة التي تفيد بوجود شخصين يقومان بنقل وترويج المخدرات في الوسط الشباني. وبعد عملية تتبع محكمة مكنت من توقيفهما على متن مركبة والعثور بحوزتهما على 5 صفائح من الكليف المعالج بوزن 515.3 غرام ومبلغ مالي قدره 10,000 دينار جزائري. من عائدة البيع تم إنجاز ملف إجراء قضائي لغاية تقديمهم أمام العدالة.